من جانبها فرضت وزارة الداخلية الإيرانية قيودا على المتظاهرين بهدف كبح جماح تمدد الاحتجاجات السلمية في البلاد. وأعلنت الوزارة عن شروط جديدة للتجمعات الاحتجاجية، من بينها منع الخروج في احتجاجات إلا بأمر من النظام وفي أماكن يتم تعيينها من قبل الحكومة. وفرضت الوزارة إلزامية حضور قوات الأمن والشرطة مسبقا في أماكن الاحتجاجات لمنع الاضطرابات حسب وصف النظام. واعتبر نشطاء إيرانيون بأن القيود الجديدة تعد شروطا تعجيزية ومسوغا للنظام لوقف الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد.